اهلا بيكم في jobcoffee.net مع درس جديد في السينما فورديل للمبتدئين. وصلنا المره اللي فاتت لحد الانفايرمنت واتفرجنا عليها. هنتفرج النهارده على الكاميرات. هنبتدي باول حاجه، الكاميرا العاديه هي عباره عن كاميرا تتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، وبيتحرك الروتيشن بتاعها، وبيتحرك الزوم ان والزوم اوت. لازم تستخدم مع الكاميرا كي فريمز. احنا هنستخدم مع بعض المفتاح ده ان احنا نعمل كي فريمز للكاميرا. هنقف عند بداية التايم لاين وهنعمل كي فريم، ونقف عند نهاية التايم لاين وهنلف الكاميرا ونعمل كي فريم، نعمل بلاي. لقيت النقطة اللي في النص دي مش عجباني، هقف في النص، اغير البوزيشن واعمل كي فريم تاني، هتديني الشكل ده. تعالوا مع بعض ناخد النوع التاني من الكاميرات وهو التارجت كاميرا. التارجت كاميرا دايما بيبقى ليه تارجت وليه نال اوبجكت مرتبط بالتارجت وفي كاميرا. انا هبص من الكاميرا، لو انا حركت النال اوبجكت ده هتتغير معاه الكاميرا. طبعا مش هنقدر نشوفها، لكن لازم نبعد عن الكاميرا كده علشان نشوف ايه اللي بيحصل. لو احنا لغينا الكيوب هنلاقي ان التارجت موجود في النص هنا، هو نال اوبجكت. نال اوبجكت زي اللي موجود هنا بالظبط، بس نقدر مع بعض نغير الشكل بتاعه ونخليه سفير، نكبره شوية علشان نشوف ايه اللي بيحصل. الكاميرا طول الوقت بصة للنال اوبجكت ده، يعني انا لو غيرت النال اوبجكت كده الكاميرا هتتحرك ناحيته. الكاميرا البوزيشن بتاعها ثابت في مكانه، لكن الكاميرا نفسها بتبص على التارجت. طيب انا هستفيد ايه من الموضوع ده؟ لو انا الكيوب ده هشغله هعمله كي فريمات حركة، يعني هديله كي فريم وهو هنا، وكي فريم تاني وهو هنا، وفي النص هبعد الكيوب بالشكل ده. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل للكيوب. تمام، لو انا حطيت النال اوبجكت ده جوه الكيوب، فبالتالي الكاميرا هتبقى بتبص على الكيوب وهو رايح وهو جاي. تعالوا نبص مع بعض من الكاميرا نفسها، هيبقى الشكل بالمنظر ده. نصغر شويه السفير دي، ممكن ننزل النال اوبجكت جوه الكيوب، هيبقى بالشكل ده. طبعا احنا نقدر نعمل الكلام ده بالكاميرا العادية. ازاي؟ نعمل فايل جديد، ده الكيوب وده النال اوبجكت ودي الكاميرا العادية. لو عملت رايت كليك عليها سينما 4D تاجز هلاقي فيه تارجت هنا عندي. التارجت ده ممكن اسحب عليه النال اوبجكت. كده بقت الكاميرا موجهة بالنال اوبجكت، بمعنى ان انا لو حركت النال اوبجكت هتتحرك معاه الكاميرا. عندنا في حاجة اسمها استيريو كاميرا، دي خاصة بالحاجات الـ 3D. عندنا موشن كاميرا، موشن كاميرا دي بيبقى فيها حركة زي الكاميرا مان كده، وهو شايل الكاميرا بيكون في حركة رجليه بتأثر على الكاميرا، بيكون فيها اهتزاز بسيط يعني. هل نعمل بلاي كده هنلاحظ ان في حركة بسيطة جدا في الكاميرا، كأن في حد شايلها، واحنا شايفين في درافت كاركتر كده كأنه شايل الكاميرا. وعندنا الخصائص اللي قدامنا دي نقدر نتحكم في حاجات كتيرة جدا، منها طول الشخص اللي شايل الكاميرا، منها الميل، زاوية الميل بتاعت ايديه، وحاجات كتيرة جدا هتفرق معانا في الشغل بعدين. وكل ده مع انيميشن للشخص. لو احنا بصينا من الكاميرا كده هنلاحظ كأن الكاميرا لايف، كأن في حد شايل الكاميرا فعلا، ونقدر نتحكم في الانيميشن والموشن بتاعها من التاب ده. زي ما احنا شايفين الحركة بتبقى اسرع، الميل بيبقى اكبر،
وهتبان معانا في دروس ادفانسد بعد كده ان شاء الله. عندنا اخر حاجة، مش اخر حاجة، في كاميرا مورف هناخدها في الاخر، لكن هناخد دلوقتي كاميرا كرين بس هنمسح الحاجات اللي عندنا دي. هنعمل فريم ديفولت علشان نرجع للفيو بتاعنا، وهنبص مع بعض على الكاميرا كرين. طبعا كلنا عارفين الكرين بيبقى بالشكل اللي قدامنا ده، نقدر نتحكم في الزاوية بتاعته، الدوران حاجة اسمها هيدنج، الارتفاع بتاع الكرين والارتفاع بتاع الرفعة بتاعة الكاميرا والجزء اللي ماسك الكاميرا، الدوران بتاع الكاميرا. تعالوا مع بعض نشوف الكاميرا مورف. هي مش شغالة، تشتغل لو انا حطيت اكتر من كاميرا في السين بتاعي كده. لو انا عملت سيلكت على الاثنين دول هلاقي الكاميرا مورف ظهرت. طب ايه فايدتها؟ لو انا عملت كيوب وشغلت الكاميرا الاولى وقربت من الكيوب بالشكل ده وعملت سفير وحطيت السفير دي بعيد والكاميرا التانية شغلتها ورحت للسفير ظبطت الكاميرا عليها، تعالوا نبص كده ونتأكد من بعيد. هنلاقي ان كل اوبجكت ليه الكاميرا بتاعته اللي واقفة بص عليه. ايه الكاميرا مورف؟ كاميرا مورف دي ان انا اعلم على الاتنين دول وسلكت كاميرا مورف، بتعمل لي كاميرا مورف بالشكل ده وفيها حاجة اسمها بلند. لو انا بصيت من الكاميرا مورف وغيرت البلند هلاقي ان الكاميرا بتروح من الشكل الاولاني للشكل التاني كده. عندي الاتنين دول مبقى لهمش لازمة وبقى دي الكاميرا الاساسية اللي بتنقلني من الشكل الاولاني للشكل التاني. طبعا الكاميرا مورف بتاخد عدد كبير جدا من الكاميرات وبتسهل قوي في الانيميشن. اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بدرس النهاردة، والى اللقاء في درس قادم ان شاء الله.